جميع القطاعات. وهذا الإضراب اللي كان في نفس الوقت إضراب إنذاري، بمعنى إلى ما تحققش المطالب غادي نعودوا من جديد إلى الإضراب. وحنا دازت شهور على هذا الإضراب، ماذا تحقق بعد ذلك؟ لا شيء، لا شيء تحقق من الملف المطلبي اللي فعدوا جميع المركزيات النقابية يوم 11 فبراير 2014. ولهذا كنقولوا بأن الحكومة وبأن المخزن والحكومة ديالو رجعية شادين ودنيهم أمام المطالب ديالنا. إذا ماذا بيننا وبينهم؟ ما بقى بيناتنا وبينهم أي حوار. هذاك الحوار اللي بدا نهار 10 فبراير بالجميع بأن حوار عقيم ما كيعطي والو، بأن حوار مغشوش اللي باغي الحكومة رجعية وباغي من خلاله المخزن باش يربحوا الوقت حتى يوصلوا لفاتح ماي وحتى يوصلوا الانتخابات وما يكون والو بالنسبة للعمال والموظفين والمستخدمين. ولهذا بادرنا احنا اليوم 2 أبريل ونظمنا هذا الإضراب كاتحاد نقابي الموظفين وكتوجه ديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل، بادرنا إلى تنظيم هذه المسيرة باش نقولوا أولا، هذه الرسالة الأولى، نقولوا للمخزن والحكومة ديالو بأنه ما بقى بيننا وبينك حوار، ما بيننا وبينك الشارع، ما بيننا وبينك النضال. إلا ما كنتيش كتعطي شي حاجة بالحوار راه بيننا وبينك النضال. وكاين واحد المقولة شهيرة اللي كتقول ما لا يحقق بالحوار يؤخذ بالنضال، وما لا يؤخذ بالنضال ينتزع بالمزيد من النضال وبنضال أكبر وأفضل. ولهذا احنا ماشيين نحو النضال أكبر وأوسع. ولهذا كتجي الرسالة الثانية ديالنا، الرسالة الثانية ديالنا موجهة إلى المركزيات النقابية اللي شاركت في الإضراب ديال 29 أكتوبر. هاد المركزيات اللي شاركت في الإضراب ديال 29 أكتوبر كنقولوا لها راكم دكتيو التجربة ديالكم، راكم شاركتيو في الحوار ديال 10 فبراير والحوار ما عطا والو. إذن اليوم خصكم تاخذوا القرار ديال الانسحاب من ذلك الحوار الاجتماعي المغشوش. التصعيد، التصعيد، هذا صوت القواعد، صوت القواعد، التصعيد، التصعيد، هذا صوت القواعد، التصعيد، 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 هذا صوت القواعد. إذن نقول للمركزيات النقابية اللي شاركت في الإضراب ديال 29 أكتوبر، إذا بغيتيو تكونوا أوفياء المطالب ديال الطبقة العاملة، إذا بغيتيو تكونوا أوفياء للشعار اللي رفعتيوه ديال أن الإضراب العام كان إضراب إنذاري، يجب الانسحاب من الحوار ويجب الإعلان عن إضراب عام جديد في أقرب وقت، في أقرب وقت، ولا تماطل في الإعلان عن الإضراب العام الجديد. إذن هذه الرسالة الثانية بعد الرسالة اللي وجهناها المخزن والحكومة ديالو رجعية، واللي كتقولوا ذاك الحوار ديالك راه والو، راه حنا حقنا بكم وبيننا وبينكم النضال، بيننا وبينكم الشارع حتى نحقق مطالب الطبقة العاملة. من جهة أخرى كنحيي كل الذين شاركوا ودعموا هذه المسيرة من قوى ديمقراطية ومن حركة ديال المعطلين ومن طلبة وعمال وغيرهم من الشرفاء اللي ساندوا هذه المسيرة المدفرة. كذلك كنولي نذكر بأنه تضامنا مع عمال مطاحين الساحل اللي معتصمين أمام وزارة العدل، غادي يمشي واحد الوفد منا كبير باش نوقفوا أمام وزارة العدل. ولكن في نفس الوقت راه كاينه واحد الوقفة ديال النساء ورجال التعليم وكل المتضامنين والمتضامنات معهم
أمام مقر وزارة التعليم بعد انتهاء المسيرة غادي يمشيو يخفوا أمام وزارة التعليم. إذن غادي نتقسموا على جوج، جزء منا غادي يمشي أمام وزارة العدل بالتضامن مع عمال مطاحن الساحل، وجزء منا غادي يمشي لوزارة التعليم بالتضامن مع رفاق ديالنا في الجامعة الوطنية للتعليم. وما أدراك ما الجامعة الوطنية للتعليم؟ إذن مرة أخرى هنيئا لنا بنجاح هذه المسيرة، وهنيئا لنا بنجاح هذه المعركة النضالية. ونقول جميعا قبل الانتهاء من هذا الوقفة: إذا الشعب يوما عاد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لنشد الوطن، لقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت ونموت ويحيى الوطن.